شام من مدينة حمص. أخي سامر السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي سامر، يريد تحطنا بالأوضاع الميدانية في حمص وريفها. نعم، حقيقة الأحداث كثيرة في مدينة حمص، بداية من أحياء حمص المحاصرة التي ما تزال منذ ما يقارب أكثر من عام تتعرض للقصف بشكل يومي مع محاولات اقتحام. اليوم أعلنت الجبهات شهدتها جبهة باب تركمان وباب هود، هذه الجبهات تعرضت لقصف بالمدفعية وبرجمات الصواريخ، وأيضا حي القصور تعرض للقصف منذ ساعات متأخرة بالليل امبارحة بقصف برجمات الصواريخ وأصوات انفجارات هزت المنطقة بشكل كامل. حي الوعر ما يزال يتعرض للقصف بشكل يومي، وأيضا تصعيد يستهدف المساجد. منذ أكثر من أسبوعين استشهد أحد المشايخ في المسجد العمري، اليوم عاد وتم استهداف المسجد العمري أثناء خروج المصلين من المسجد العمري بقذائف الدبابات من قبل قوات النظام. مع تصعيد شمل كافة أحياء الحي، نؤكد أن هذا الحي هو حي مدني بامتياز يحمي ما يقارب 500 ألف من المدنيين والمحاصرين داخل هذا الحي، مع انعدام لكافة مقومات الحياة بعد حصار يستمر لما يقارب 3 أشهر. الريف الغربي اليوم منذ قلعة الحصن تشهد اشتباكات على مداخل هذه القرية بين قوات الجيش الحر وقوات النظام، مع قصف يستهدف القرية بدون هوادي منذ ما يقارب أكثر من 5 ساعات. القصف مستمر يستهدف منازل المدنيين في هذه المدينة. أيضا تلكالخ تعرض لإطلاق رصاص من كافة. نعم أخي سامر، أخي سامر، يبدو فقدنا الاتصال مع أخي سامر الحمصي من شبكة شام مدينة حمص.